بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسعني بداية إلا أن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وذلك للمشاركة بهذه المحاضرة التي سأتكلم فيها عن النيازك. وبالتالي أشكر كذلك كل من دعا من قريب أو بعيد لعقد هذا اللقاء العلمي الذي يهدف إلى ربط الماضي بالحاضر والحديث عن أمور لها أهميتها في هذا المجال. أبدأ محاضرتي بالآيتين الكريمتين الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، من سورة الأنفال. والثانية من سورة الطور، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوب. وهكذا فإن عنوان محاضرتي هو النيازك والشهب عبر تاريخ المغرب. ومن ثم فإن النيازك والشهب شكلت إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى مصدر تهديد وخوف وتساؤل للإنسان منذ القديم، حيث أن الأبحاث والاكتشافات أدت إلى التعرف على العديد من النقوش الحجرية التي تبرهن على سقوطها منذ القديم، على أنه إذا كان الفيزيائيون والجيولوجيون قد تعرضوا لدراستها وكذلك حتى الباحثون في مجال الكيمياء، فإن المؤرخين بدورهم قد وصفوا العديد منها عبر مراحل التاريخ. ومن ثم سأقسم موضوعي إلى ثلاثة محاور أساسية، أولها النيازك والشهب خلال العصور القديمة، وثانيها خلال العصر الوسيط، وآخرها خلال العصرين الحديث والمعاصر. وقبل الحديث عن هذه المراحل الأساسية، لا بد من الذهاب إلى التعريف بالنيازك أولاً، فهي أجسام صلبة حسب الاتحاد الفلكي الدولي تسبح في الفضاء لكواكب السيارة، والنيزك معرب عن الفارسية، والاسم بطبيعة الحال الشائع له هو الشهاب الساقط. أما هذه النيازك فتتكون إما من حديد ونيكل، وتدعى بالنيازك الحديدية، تتكون من أكثر من 98% من الحديد والنيكل، أو النيازك الحديدية الحجرية التي تتكون من الحديد والنيكل والنصف الآخر من الصخر يسمى الأوليفين. أما النيازك الحجرية الأخيرة فتشتمل على حجارة وتقسم بدورها إلى أنواع. ودون الدخول في تفاصيل أذهب إلى تعريف الشهب. الشهب هي عبارة عن ما يسميها أجراماً ضوئية مرئية تتكون عندما تخترق الغلاف الجوي، ومعظم الشهب تستمر لمدة قصيرة قد لا تفوق ثانية، ويمكن أن تحدث على شكل وابل أحياناً حسب ما وضعه الاتحاد الفلكي الدولي. بل هناك تعريفات متعددة في هذا المجال نأدخل في تفاصيلها حسب العديد من الموسوعات. وأضيف هنا إلى أنه بالإضافة إلى النيازك والشهب هناك الكرات النارية، فالكرة النارية شهاب متوهج أكثر من أي كواكب أخرى، وهناك الشهاب المتفجر وهي كرات من النار المتوهجة على نحو غير عادي. هنا آتي إلى القسم الأول من هذه المحاضرة، هو النيازك والشهوب المغرب خلال العصور القديمة. أشير هنا إلى أن الجنوب المغربي غني بالعديد من المواقع، من بينها موقع الغشيوات الذي اكتشف في نهاية سنة 2009، والذي يضم أكثر من 4000 نقش بجامعة أمغالا، وكذلك موقع طاطا الذي يضم أكثر من 300 موقع، وبطبيعة الحال إضافة إلى منطقة زاكورا وحوض مراكش. وقد قام العديد من الباحثين المغاربة سواء في جامعة بنوزور أو جامعة القاضي عياض بالبحث في هذا المجال. وهنا ستشاهدون أمامكم هذه الرسومات التي أرخ بها الإنسان القديم العديد من الحيوانات والعديد من الأشكال التي كان يشاهدها، فمن بينها هذا النقش الذي يوجد بموقع ياغور بإقليم الحوز، وكذلك هذا النقش الذي يوجد بإقليم سمارة. إضافة إلى ذلك أنه اهتم الإنسان ببعض الظواهر الفلكية ومن بينها الشمس، حيث نجد هذا المنحوت الحجري
الذي يصور الشمس يرجع عمره إلى أكثر من 8000 سنة، ويقع في هضبة ياغور بجماعة أربعة تيغدوين بإقليم الحوز بجبال الأطلس الكبير قرب مراكش، إضافة إلى هذا الرسم الذي نحت على صخرة ويمثل تقريبا 12 ساعة من 1 إلى 12 في جماعة تزارين بإقليم زاغورة. كما توجد نقوش أخرى بها الشمس والقمر، وهذا يرجع عمره إلى أكثر من 8000 سنة، وقد ذكر في عديد من الكتب من بينها كتاب واحات باني الذي تجدونه أمامكم. إضافة إلى هذا، إذا كنا قد تكلمنا على أن الإنسان في المغرب القديم قد اهتم برسوم ونقوش ترتبط بأمور يشاهدها، فقد شاهد كذلك ظواهر فلكية أخرى وفي مقدمتها النيازك والشهب. وفي هذا الإطار نجد هذا النقش الذي اكتشف بإقليم طاطا بجنوب المغرب، حيث يظهر سقوط أحد النيازك وفرار الحيوانات منه لما كان يشكله من خطر عليها. إضافة إلى هذا النيزك الذي يسقط من أعلى إلى أسفل، والذي يظهر فرار بعض الحيوانات وكذلك الإنسان منه خوفا من التعرض للإحراق، وقد اكتشف هذا من طرف باحثين مغاربة بجامعة ابن زهر بأكادير بمنطقة أورتي فلاح جنوب مدينة الصويرة في قرية اسمها إيداوغازو. إضافة إلى هذا، نجد هذا النيزك الذي ينزل من أعلى بطبيعة الحال، والذي رسمه يكاد يقول لنا بأنه منفصل عن الشمس، إنه في الجهة اليسرى نجد رسم يبين الشمس وهناك حيوانات تفر من هذا النيزك. كذلك هذا النيزك الذي يفر منه الإنسان بشكل واضح في هذا الذي اكتشف قرب مدينة أو جنوب مدينة الصويرة. والملاحظ هنا كذلك أن هنا تم اكتشاف في سنة 18 و2000 العديد من النيازك الأخرى التي اكتشفت من طرف باحثين بجامعة ابن زهر كذلك في أكادير، فسمي أولها بأدا 1، إدا 2، إدا 3، نسبة إلى المنطقة التي اكتشفت فيها هذه النيازك. والملاحظ كذلك أن هذه النيازك التي يلاحظ من بينها هذا النيزك أمامكم الذي يظهر سقوط أحدها، والذي اكتشف بطبيعة الحال من طرف باحثين مغاربة، يرجع إلى منطقة إدا وغازو كما ذكرت سابقا، وهو نقش آخر. أما المحور الثاني فهو النيازك والشهوب بالمغرب خلال العصر الوسط، وهنا أدخل إلى العديد من المخطوطات التي اكتشفت من خلالها وجود نيازك بالمغرب خلال فترات بطبيعة الحال لا يتحدث عنها إلا القليل. فقد كان سقوط النيازك والشهوب يصنف من طرف المؤرخين ضمن الجوائح التي كانت تصيب المغرب. فهنا نجد علي بن أبي زرع الفاسي رحمه الله في كتابه الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، يضع لنا هذه الشهوب والنيازك ضمن الكوارث والجوائح. فقد تكلم في هذه الصفحة عن البرد العظيم وعن الرياح القوية وعن العواقب الخطيرة، إضافة إلى كسوف الشمس وكذلك خسوف القمر، وإلى جانب ذلك وضع نيازك وشهوب. وهنا لا بد من الوقوف عند اهتمام العلماء خلال العصر الوسيط بالظواهر، هذه الظواهر الفلكية وخاصة منها هذه النيازك والشهوب. وفي هذا الإطار أتكلم عن كتاب القزويني عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات الذي كان يدرس بجامعة القرويين رغم أنه أتى من الشرق. وفي هذا الإطار يقول: ومنها أمور سماوية كظهور الكواكب ذوات الأذناب، إلى أن يقول: ومنها سقوط جسم من الجو ثقيل، ومنها سقوط كذا ثلجين، ومنها سقوط أحجار مثل الحديد والنحاس في وسط الصواعق. وهنا سأفصل في هذا في نقطة لاحقة. إضافة إلى هذا أنه خصص فصلاً للشهب وانقضاض الكواكب، وكان هذا يدرس للطلبة في جامعة القرويين حين كانوا يدرسون علم الفلك وكذلك التنجيم في صحن مسجد القرويين. إضافة إلى هذا، حين يقول هنا أن هذه الأجرام السماوية يرى عند انقضاضها كأنها كرة تتدحرج على سطح الفلك، وتارة تبتدئ من الشمال إلى الجنوب وتارة تبتدئ من الجنوب إلى الشمال، فيتخيلها الناظر كأنها كرة قطران، إلى أن يقول: اشتعلت فيه النار،
ثم رميت في الهواء. والملاحظ بعض ربطوا ظهور نايزكي ببعض الخرافات، مثلا اعتقد البعض بأنهم يستغلون هذه الظاهرة بالبعد التام عن ما يشغلهم من ضوضاء وأضواء صاخبة، لأن البعض أنهم قالوا بأن الدعاء يكون مستجابا في هذه الفترة وأن السماء تكون مفتوحة، بل أن البعض اعتبروها بمثابة عقوبة من الخالق. لكن البعض ربطوا بكون هذه النيازك والشهوب يمكن أن تعرفنا بتاريخ الأرض، بل الملاحظ أن البعض في الفترات الحالية أنه تم تصنيف مجموعة من النيازك التي تم اكتشافها في المراحل اللاحقة، أي ما بين سنتين 32900 و 15 و 2000. ونجد نيازك مريخية، نيازك قمرية وغيرها، وذلك حسب ما ذكره بعض الباحثين في هذا المجال الذين بطبيعة الحال ألفوا هذا الكتاب الذي هو لسي عبد الرحمن إبيهي، الذي ألف كتاب نيازك لآلئ الصحراء المغربية، وهذا مجهود له أهميته في هذا المجال. بل وضعت هذا الخط الزمني للحديث عن وجود الاكتشافات الأولى النيزكية، كانت قد بدأت سنة 1932، لكن في هناك مرحلة احتشاد الاكتشافات النيزكية التي ابتدأت منذ سنة 86 و 900 و 1000 إلى الوقت الحاضر، حيث تم اكتشاف العديد من النيازك مثل الذي اكتشف في وادي الحجار في إبتي ثم الزاق وغيرها من المناطق الجنوبية بالمغرب. أشكر الجميع على تتبعه، وأشكر من جديد الذين دعوا إلى هذا اللقاء، وبطبيعة الحال أتمنى للجميع الصحة والعافية، وأترككم لكم المجال إن كانت هناك تساؤلات أو تدخلات في هذا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله.